مشروع مدينة جنوب المطلع هو يعتبر المشروع الأضخم مثل ما يعرف الجميع على مستوى الرعاية السكنية، وقد يكون الأضخم بالمنطقة. نعم. مساحة المشروع 100 كيلو متر مربع، عدد الوحدات السكنية اللي فيه 28,288 قسيمة. بعد ما تم الانتهاء من تخطيطه وتصميمه في وقت موجز أقل من تقريبا سنة ونص، قامت المؤسسة بعمل إجراءات طرحه وترسيته على المقاولين المتخصصين في تنفيذ البنية التحتية. بنفس الوقت قمنا باستدعاء المواطنين للتخصيص عليه. ابتدينا في البداية في تواريخ قديمة يمكن 2000 وما قبل. الآن احنا وصلنا إلى 2013، هذا التاريخ هو اللي كان المواطنين يقدرون يخصصون فيه. طبعا ليش قلنا كان؟ لأن في منتصف أكتوبر الماضي كان آخر يوم للتقديم على هذا المشروع، وبالمناسبة باكر إن شاء الله راح يكون توزيع آخر قسيمة في المشروع، مشروع مدينة جنوب المطلع. هذا المشروع توزع على 3 سنوات مالية من العام 2015-2016، وحتى يوم غد إن شاء الله راح توزع المشروع بالكامل. نعم. من جانب آخر، الوضع التنفيذي للمشروع دخل في طور التنفيذ. طبعا كان في العقد الأول اللي هو الطرق الرئيسية، ويقوم فيه كذلك اللي هو شركة مقاولات عالمية متخصصة، ودخلنا في العقد الآخر، وكذلك تم ترسية العقود الأخرى المتبقية في البنية التحتية. متبقي فقط عقدين، إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة راح يتم إبرامهم بإذن الله.